البنات كنت قلت لي رابا شاركي عاودي شاركي معنا الطريقه ديال العجينه. هنا تخلط العجينه عاد تفكرت. المهم بالنسبه للدقيق انا بدلت وليت كناخذ فرينه. عرفتوا البنات جربوها فرينه كتجي فن بزاف وبيضه في العجينه كتجي فن 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 بزاف ومفشفشه وما كتحتاج انك ديريها معاها مجهود. المهم هنا درت تقريبا 3 ديال الزيت ديال الفرينه، يعني فرينه خاصها تكون كثيره. غير كنقول لكم تقريبي تقريبي، يعني نقدر نقول لكم من 3 حتى 4، يعني 4 زليف ديال الفرينه. كيفاش البنات درت فرينه؟ يعني ما كان عندي لا زرع لا والو، مشيت غير الطاحونه خديت خيشه ديال الفرينه تدير شي 14 شي 70 درهم 80 درهم، المهم بحال هكا ما غالياش بزاف. خديتها وليت كندير فرينه، يعني هنا عندي 4 زلايف تقريبا، ودرت معاهم زلافه ديال القمح الحرش صفر، ودرت معاهم زلافه ديال الفورس، ودرت السنيده باش كيحمر لي الخبز، درت 3 ديال السكرات والخميره جوج معالق كبار تقريبا، وكندير الملح على حساب الخليط. المهم هنا يلا جمعت العجينه تفكرتكم. فشنو كندير؟ هي ما كتبغيش ما كدلكش بزاف صراحه، ها نتوما كندير رشيشه ديال الماء كنعجنها عادي بحال اللي كتعجنوا الخبز عادي. المهم هكا باش كيدخل داك الدقيق بعضياتو، انا كنعجن في الارض باش كتجي العجينه زوينه الصراحه. ما كنبغي ندير مانطه هكا ديال الخبز وكنعجن فوق منه. المهم كنبقى ندير بهذه الطريقه حتى كنجمع ديك المويه اللي انا رشيت هكا. ماما وما ترشوش امام العجينه واخا، وما ترشوش البنات بزاف باش ما تجيكمش ثاني جاري وما تجيش زوينه، غتولي غتهبط لكم في الفران. فكيف ما شفتوا من بعد ما جمعت هذيك المويه صافي كنعاود نرش. ها نتوما شوفوا الرشيشه قد يداش هكا شويه، وكنعاود نحط فيها العجينه. هي قد ما عجنتيها قد ما كتعصى بحال الشكل ديال الفورس. فداكشي علاش كنرش هاد الرشيشه ديال الماء وكنحط العجينه وكنخليها كنغطيها بلاستيك ونخليها حتى كترخف. ها نتوما البنات غادي ندير لها البلاستيك. شوفو كان الحبيب ديالي عطاني ريا الزيف، غادي نغطيها غير تبان لي ضعف الحجم ديالها ونرجع معاكم. ها نتوما البنات انا رجعت معاكم، شوفوا العجينه شفتوا كي طلقات، ما عرفتش علاش الضو ما باينش. المهم شوفوا كيفاش كتطلق كتولي تجيك ساهله باش تعاوديها. المهم كنعاودها غير جوج مرات. رياض في ما يسمعني تنقول العجينه يجيب باغي العجينه. المهم ها نتوما شوفوا هذه راه هي باش زوينه هاد الفرينه. واخا حبيبي راه صايبه باش ما تبقاش تلصق. فدابا غادي نجمع فهاد الرشيشه ديال الماء هكا. شفتوا البنات كنتوما كتحسوا بها مفشفشه، انا غنعطي بابا نجمعها بالماء باش ما تعمرش لك الحوايج. صافي دابا غادي نزيد لها هاد الرشه الاخيره. شوفوا شوفوا العجينه كيفاش كتلقاوها مفشفشه، يعني مع انني ما دلكتهاش مزيان، راه هذيك الدليك اللي درت معكم فقط. غادي نزيد هاد الرشيشه خفيفه صافي، غادي نجمع فيها العجينه ديالي ونخليها تخمر باش نقرصها صافي. كتبقاو هكا حتى كتجمعوا من داك الماء كامل وكتحسوا ما نتوما كتعجنوا نتوما كتحسوا بالعجينه راها مطلو دايره مدلوكه يعني مفشفشه. عرفتوا هادشي باش عجبتني انا فرينه، يعني ما تبقاش تخطاني الصراحه، وكيجي الخبز ديالها واعر بزاف بزاف بزاف. عرفتوا كيجي بيض من الداخل. دابا ان شاء الله نوريكم. ها نتوما البنات ها نتوما صافي، دابا غادي نخليها تتخمر ونرجع معكم. الخبز ديالي خمر كيف ما شفتوا، خليته تخمر مزيان. دابا غادي نحيد البلاستيك وغادي نشوف الزيت في يدي باش ما تلتصقش ليا العجينه. راه واخا كتكون هكا كتلتصق راها ماشي جاريه، يعني مدلوكه مزيان. كنفرغ من هذاك الهواء صافي، وندير شويه ديال الزيت هنا باش ما تبقاش تلتصق وتسهل عليا نكور هاك. انا الخبيز كنديرو صغيور فغادي نبدا بسم الله هكا. غادي نستخدم الزيت وغادي نبدا ندير كويره بحال هكا صافي، وغادي دابا نفندها غير في القمح كيف ما قلت لكم شحال هذا. كندير بانيو كبير وكندير بحال هكا من هنيت ما كيعمرش ليا الدنيا.
فكنكملهم بهذا التشكيل بنفس الطريقه. ندير غير شويه ديال القمح باش ما يجينيش انا ابيض وما يتحمرش. وكنبدا نبدا باول وحده. ها نتوما البنات يبان لكم الخبز كيهبط بسهوله، خليه شويه غليظ. يبان لكم نتوما كتوركوا وهو كي يعني كيتعصى يعني عاصي، رقوه حيت هذاك تيتنفخ، اللي تيهبط بالزربه اللي ما تيتنفخش. هذا بالي دغيا تيهبط وخضرت مع الفورس، فغادي نخليه هكا ما بين وبين بهذا الشكل هذا، يعني ما غرقوش بزاف. صافي نكمل بنفس الطريقه. ماما ماما ها نتوما صافي غنكمل ونوريكم السمك ديالو، يعني مكنرققهاش بزاف حيت كيتنفخ بالزربه. ها نتوما خرجت ليا تقريبا 3 4 5 6 7 7 9 بحال 9 الخبزات. دابا غير قرصت، غادي نمشي نشعل الفران، خاص الفران يجي يسخن مزيان باش كيشرب الخبز وكيجي زوين، وسيرتو دابا الحراره دغيا كيخمر. فصافي ان شاء الله ملي نطيبو غادي نرجع نوريكم كيفاش جا، اكيد باش ناكد لكم بلي الطريقه هي اللي كتجي زوينه. هرتو البنات مع الاصلاحات خليت كلشي مجموع، شوفوا السدادر كيفاش جاو، قولوا لي رايكم. المهم غير بالبانس وما درت لا رول ولا والو، كلشي باقي هنا مجموع، ولكن الدار مطرفه. انا غادي نوريكم البنات واحد الحيط درتو الفوق، ولكن ما غاديش نهضر تم حيت كاين السيد، فغادي نصور لكم غير من حدا الباب، خليكم معايا. هانتوما هنا جيت حبست بيه باش ما يبقاش يدوز من حدايا العجاج، يلا طالع بيه باش هذوك البودرات ديال السلك ما يبقاوش ليا بزاف. هانتوما راه غادي معاه. وانا راني شعلت الفران على حساب الخبز. المهم دابا انا صراحه كنصور لكم غير لقطات، هنا هبطت باش نهضر على خاطري، كنصور لكم غير لقطات. ان شاء الله ملي غنسالي غادي نشارك معكم جميع الافكار وكيفاش والاثمنه، يعني اي حاجه تقدر تفيدكم، سيرتو الناس اللي كيبغيو يديروا هكا الجو ديال الجريده في الدار، فهمتوني. انا عندي الجرده ولكن ما كنهبطش لتحت بزاف، فكنطلع السطح اكثر. وهذاك الحيط صراحه اخر كيفاش تفكرت فيه، راجلي اقترح عليا نديروا شي ديكور هكا، وحيت المهم درنا حنا داكشي غير ديال الديباناج حيت مازال البنات عندنا الحق نبنيو الدوزيام وعاد بيت في السطح. فقلت لي صراحه ما نكذبش عليكم، قلت لي يعني انا بالنسبه ليا البرومي ونقدر نزيد نبني بحال اللي قلتو السيجور، نديرو من بعد ان شاء الله الفوق كوزينه حيت فيه البالكو، عاجبني انا الكوزينه فيها البالكو، وهذا نديرو بحال البيت كبير، فهمتوا هادشي من بعد، يعني ماشي دابا الله يجيب غير الرزق. ونخلي هذيك الاخرى بحال التيراس، يعني هاد الضليله اللي درت انا غير بحال قلتو غير ديبانيت بها وصافي، على حساب دابا كنبغي نطلع وندير الغارس وداك الشيء. فقال لي راجلي صراحه نديرو من بعد هذيك ديال الالومنيوم اللي كيتحل ويتسد. قلت ليه شوف خاصني حتى نبني، يعني خاصك ديريها في الطبقه الاخرى، ماشي انت مازال ما طلعتي والو وديري شي حاجه غاليه تجي تبني عاوتاني ضيعي فيها، فهمتوا. فكنقول اللهم ندير شي حاجه اللي نديباني بها ونستمتع بديك اللحظه، باش عرفت راسي انا اختي غادي نعيش ولا ما غاديش نعيش. فهذا هو تفكيري انا، اللهم نعيش بعد هاد المده اللي انا في الحياه، الله اعلم الاعمار بيد الله، الله اعلم بعدا نتمتع وانا في الحياه، ماشي نفكر بعيد وما ندير والو. المهم ديوش هذا المنظر اللي قابلتكم معاه. وها نتوما البنات عاوتاني ما غاديش نزكى احد، ها نتوما جبنا الصباغ ديال الزيت، حتى هي ما نقولش لكم علاش جبناها، باش غادي نقول لكم من بعد شنو غادي نديرو، غادي نصور لكم ان شاء الله. فها هي هنا الخبز، ها هو يلا غادي نطلعو دابا. شوفوا ديما ديما يعني كنطرف، دابا راه درت ليهم الطويجين حيت كاين المعلم، غنخوي ديك الشبيكه، وهذاك راه غير النعناع نقيته تما، ودائما النعناع ها نتوما كنحيد منه الجذوره. ودابا نوريكم واحد الطريقه جديده، فانا كنتسنى الى نجحات معايا نشارك معكم، ما نجحاتش راه ما غنشاركش معكم باش يكون مصداقيه اكثر. صافي الطاجين راه طاب والخبز يلا غادي نطيبوه دغيا غادي يخمر. وها نتوما راه الدنيا مطرفه، ديك الصالون جيت طلعت الفوق ايوا هذا هو اللي كاين، هادي اللي كنت بغيت نصور لكم. ها نتوما البنات الصنيديقه ما تخطاكمش ما تخطاكمش، كيف ما شفتوا انايا كنت حليتها هادي وقلبتها، هادي درتها للدراري دابا هما بداو كيحطوا فيها. شوف كنت حليتها ودرت لها السكوتش حيت ما خرجتش باش ناخذ الصنيديقه، انا كنبغي هذيك الكبيره بحال اللي حليت، فهادي درتها غير للدراري هما اللي جاو حطوا فيها دابا، انا دابا مقعد ديما نحط.
خبز ديالي البنات وجد انا غادي نوريكم كيفاش كيجي. شوفوا تبارك الله كيجي مفش عرفتوا البنات جربوا فرينه. انا غادي نحل قدامكم باقي سخون. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي من الداخل. شوف ما دابا ضارب فيا الشمع ما عرفتش هادشي واش كيبان ولا ما كيبان. هانتوما البنات شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي. هانتوما مع داك السكر شوفوا كيفاش كيجي محمر تبارك الله الصلاه على النبي. كيجي غزال غزال ما نعاودش ليكم. عرفتوا هاد الفرينه كتجي ما شاء الله لا في البنه لا في كلشي. هانتوما الزبيده بلدي والله الا توحشت داك الجو ديال ماما. شوفوا شوفوا الخبيز لداخل كيفاش. هانتوما راك شفتوا هذاك الشيء اللي درت معكم شاركته معكم يعني ما دلكت ما والو. طريقه كامله حطيتها لكم مركبت الصوت باش حتى نتوما تشوفوا. باغي جربوها نتوما البنات راه طريقه ناجحه. وكنشكر بزاف هاجر السالك جربت الطريقه وكاع البنات صحابات ايمان اختي كنشكرهم بزاف بزاف. وتنقول لكم نتوما تبارك الله عليكم. هانتوما شحال من وحده ما كانش كيزق ليها الخبز بهذه الطريقه هذه ولات كتجي ساهله وبحال كتفرق عليك الخدمه. ايوا هذا ما كان نحلو لكم عاوتاني نرى داك الشيء كله مباشره. هانتوما شوفوا تبارك الله وما ديوش على هذا الشيء اللي في الضفاري راه غير الصباغه البنات راه درت ليسانس ما بغاش تحيد لي. يلا نكملوا الفيديو. السلام عليكم وقولوا لي مبروك قش نحيد سنينات. شكرا ليكم. وريم سنينات دير هكا. شوفوا البنات شوفوا السنين راه ما كانش رد ليه البال. ها نتوما وكنشوف السنان وعاوجين قلت هذا ياك ما ضربوا شي واحد الفم ولا. ها نتوما شوفوا تبارك الله وبدا كيحيد السنينه غير بدات كتزعزع ليه. قلت ليه ما تقيسهاش خليها حتى ترطاب مزيان ما بغيتش نحيدها ليه حتى تطيح على خاطرها. وشنو ملي نبغيو نرميو شنو قلنا نقولوا؟ اشميشه لا لا اشميشه لا لا اشميشه لا لا كي سنه الحمار وعطينا سنه الغزال. برافو عليك. انتما البنات قولوا لي على سلامتك. البنات المهم صافي تبديت كنعيا عرفتوا دابا لاشيت جاني الناس دخلت والله حتى انا وجارتي كنصلحوا في نفس الوقت وكنصايبوا نفس الحاجه غير هي غادي دير بيت مسدود وانايا خليته مفتوح يعني بحال درت انا غير تيغاس. فهمتوا البنات ما بغيتش نسد. قلت هذاك القضيه ديال بيت مسدود نقدر حتى نسالي البني ونديرو هكا مسدود بالالومنيوم. المهم عندي افكار زوينين صراحه ان شاء الله من بعد نطبقهم. كيف ما قلت لكم يعني دابا ندير غير ديباناج نمشي نوريكم فين وصل الحيط. انا غير نحس الصنداله بعدا حيت عندي الصنداله ديال السطح بوحدها الصنداله ديال الزنقه بوحدها الصنداله ديال الدار بوحدها. مديوش على الحاله المهم مديوش على الحاله البنات غنوريكم. هادشي دخلت الله يلا عينيا بداو صافي تغمضوا روين عرفتو الدروج كيولاو روين. شفتوا البنات انا هاد اللعيبه اللي دايره في الدروج باش كتبقى ليا مضويه حيت ما كاملش البني داكشي علاش ديبانينا بهادي. ولكن درنا هذاك الزنق مزيان وهذا باش يبقى مدخل ليا الضو داكشي علاش كيف ما كتشوفوا يعني الدار مضويه من الدروج. انا نوريكم هانتوما شوفوا الحيط فين وصلوا. قال لي واش نزيد نعليه لك؟ قلت لي لا ما بغيتوش انا هي عالي يعني ما بغيتش ديك البلاصه اللي هي تسد. فهمتوا ما عرفتش كيبان. هانتوما فهمتوا ما بغيتهاش تسد يعني ولات تبان بحال شي جريده يعني هاد البلاصه تبقى لي مقسومه بوحدها وبقى لي داك لي سباس كامل. وان شاء الله الروبيني غادي نحولو من تم حتى هو غادي عندي لكم واحد الفكره زوينه. باقا ما عاودتش الصباغه كيف ما شفتوا داك الموف. قولوا لي نتوما كيفاش جاكم مع داك الصفر هذاك الغزر غادي يتحيد غادي يرجع صفر. ان شاء الله غادي نشارك معكم كلشي كونوا هانيين وحتى الافكار ويعني والثمن وديال كل حاجه ان شاء الله. نتوما شوفوا هاد البريك شوفوا هاد الصوير. المهم هذا حتى لاخر لحظه عاد فكرت نديرو ودابا قال لي غادي ندير لك بحال الصور صغير يعني غير بريكه 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 باش مثلا بغيتي تدوري سداد من هنا. قال لي تحبسوا وحتى قال لي الا بغيتي دير فوق منهم الفيزان صافي. قلت لي صافي مزيانه يعني تسد هاد البلاصه وبنيتي تطلق لي مع هذيك غادي نقطع حتى هذوك السلوكه. شوفوا الروينه
ايوا هذا ما كان هو مسكين مرتب هاد السيد اللي كيصلح ليا، راه نيت جاري خو النجار اللي كان صايب ليا الله يعمرها سلعه صراحه، خدمت فيهم زوينه ونقيه، وتحيه كبيره للزوجه ديالو خديجه الله يخليهم لي، الله يخليه ليهم، الله يخليه ليهم والله يخليهم لي صراحه الله يعمرها سلعه. ها نتوما البنات شفتوا كي ولا عندي لي سباس، ولات هاد البلاصه كبيره يعني تبارك الله كاين المساحه، وهنايا تسدات عجباتني صراحة بزاف، بحال هنا تسدات باش تفهمو كتر، شفتو يعني ولا عندي هنايا سطح موقر. هاد القضية تالاخر عاد طاحت لي في البال، في الاول كنت غادي ندير الصور من هنا ولكن غادي تزاحم لي البيت، فقلت احسن حاجة انني نديرو من لي. المهم نتوما قولوا لي رأيكم، صافي ان شاء الله شي كاملة غادي تبدل و غادي تعجبكم ان شاء الله. دابا درت تغيير كبير كبر من داك الشيء اللي كنت كنصور ليكم. كيف ما شفتو كل مره لابسه لبسه، فملي كنطلع السطح خاصني نلبس شي حاجه طويله، ملي كنهبط خاصني ثاني نحيد، ملي كنبغي نصور خاصني ثاني ندير الزيف، باش نقول لكم العذاب وصافي، ولكن داكشي بحلاوته الصراحه نقول لكم. المهم بما ان السيد مازال جا حتى البريسيان باش نجو يعني قلت راه من الاحسن ندوزو حتى الضو وشي بريز تما ضروري ضروري، واخا هي صعيبه حيت ما كاينش اش كيقولوا ليه هذاك ديال الضو. المهم عرفت شنو غادي يديروا، تيهبط عاد يقول لي شنو البلان داكشي. المهم بما انهم باقين يعني حشومه ما نديرش البوتي، فغادي نقاد اسهل حاجه واسرع حاجه اللي كتوجد وكيجي رائع البنات وكيصدق، واخا تجربيه من المره الاولى غيتبع النصائح اللي كندير، وغادي ان شاء الله يبقى ينجح معكم اللي هو البغرير. نقرب الكاميرا باش تشوفوا المقادير مضبوطه بكل شيء ليها. المهم البنات اللي غادي نبدا نخدم مباشره يعني بلا ما نقاد بلا والو، جبت كاع السوبيرات. المهم هنا غادي نحتاج كاس ديال الفورس او الدقيق الابيض، كاس بنفس العبار كنعبر كل شيء. وبالنسبه للبغرير البنات راه ماشي ضروري واحد المقادير مضبوطه، انا الا لاحظت في الفيديوهات اللي قبل بعض المرات كنكثر الفورس على القمح او لا كنكثر الفورس على السميده، يعني انا وحال وعقل يعني كل مره وشنو كيعجبني. المهم هنا درت كاس ديال الفورس، غادي ندير ثلاثه ديال الكيسان ديال السميده رقيقه، السميده الا عندكم القمح ديروه، ها هما ثلاثه حيت السميده كيجيو عوينات البغرير الكبار كيعجبوني. غادي ندير معلقه صغيره ديال الملحه، ما تكثروش صراحه نتوما كتشوفوا كندير عيني ميزاني واخا هكاك ما كنكثرش. غادي ندير معلقه ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره حيت ما كنخليهش يخمر. ها نتوما كنبدا فيه مباشره، ندير معلقه صغيره ديال السنيده، ما تعمروش بزاف باش ما يتحمرش ليكم ثاني ويبقى مدغدغ من الداخل، خليتها ماما. صافي نخلط هاد المكونات مزيان، نخلط بالطراب خميره وحده نخليها حتى الاخر. انا كنخلط اول حاجه بيدي، انا دابا غادي ندير في الطراب حيت ما بغيتش نخدم بايدي. غادي نحتاج خمسة ديال الكيسان تقريبا ديال الماء، هذا غادي نحتاج المعادي الاول، الثاني الثالث، غادي نخلط وعاد غنزيد قدامكم دوك الخمسه. المهم انا ما غاديش نركب لا نسرع الفيديو لا والو، باش البنات اللي ما عمرهم جربوا البغرير يجربوا الطريقه والمقادير كيف ما قلت لكم. ها نتوما غير كنخلط كيبان لي داكشي انسجم مع بعضياته، كنزيد الماء. انا متاكده الا جربتي راه بعض المرات يعني كدير الخليط هو هذاك وكل شيء ولكن المقله كتصيد شحال من وحده. بالتجربه البنات انا الصراحه المقله نقدر ندير فيها البيض، نقدر ندير فيها اي حاجه كينجح تبارك الله. ها نتوما الروبين، تسمعوا في الروبين كيشرشر. ها نتوما ها هما خمسه، دابا غادي نخلط، خلط مزيان مزيان، ماشي ديروا كل شيء ثاني في المولينكس وتقولوا لي ما عرفتش علاش داير الخيوطه، رقدوا صاحبتي وكوني امراه تخلي شي واحد يتنفخ عليك ولا يقولك شنو ما تعرف دير حتى بغريره. لا اختي ديري البغرير وعرفي ديريه، لا اختي كنعرف قولي ندير البغرير. غادي ندير المقراج الاتاي، كنت بغي ندير ليه قهيوه الصراحه ولكن تيبغيو اتاي. وكوني حاره، ها انت خلطتي البغرير ديري المقراج، ما تجي فين تلملي
فين تخلطي البغرير حتى تعمري اتاي، ما تجي فين طيبي البغرير تلقاي بجوج ومطابو. ايوا هانا زينيه وطلعيه بسيله. المهم نجيب دابا الخلاط الكهربائي، نرجعوا الرباب ما نهضروش بطريقه طرابيه، المهم نرجعوا الرباب من اي قوس. صافي المهم البنات راه كنضحك معاكم، شوفوا انا كنبغي نهضر معكم سبونطاني، يعني ما بغيتش نتعكر في الهضره ونبدا نتبوزق ونقول لكم كدا ولا فهمتوا، يعني درج مع البشر. ها نتوما غادي ندير غير نص ديال الخليط ثاني، شفتوا ما غاديش ندير كل شيء بدقه حتى تخلي تطحن. ها هي ناري على ربيع شور شوي. المهم حتى تطحن عاد غنضيف لي هذا، وضروري الخليط خاصو يتطحن حتى يكشكش من الفوق. وعلى فكره البنات عافاكم قولوا لي فين لقى الكاس ديال هذا، راه كان تهرس ليا ما عرفتش فين نلقاه. دابا غادي نطحن بسم الله. كيف ما شفتوا البنات زدت الخليط الثاني، وحتى لاخر لحظه عاد ضفت الخميره، غنخليها تطحن واحد شويه تقريبا واحد ثانيه جوج ثواني صافي، وغادي نرجع كل شيء هنايا. نشوفوا الخليط ديالنا، ها نتوما البنات شفتوا الكشكوشه اللي ندير لكم بالضو، شوفوا شفتوا خاصو يكون بحال هكا. غنشوف القوام ديالو صافي مزيان، انا زدت تقريبا ربع كاس غير شللت بيه داك البقايا اللي بقى ديال البغرير. صافي هنا غير كنشلل الكاس كنغسلو كنحيد هادشي من قدامي، كنبدا في البغرير مباشره ما كنخلي لا يخمر ولا والو. المهم انا نغسل هذا ونرجع لكم. ها نتوما البنات هاد المقله كندير فيها كلشي والله العظيم، الا كندير فيها كلشي ما كنمسح دابا لا بالنحله لا حتى شي حاجه. غادي نشعل البوطه، وديما ملي كنرمي شي رميه غير كنحيد البغريره كنديرها في الماء، الماء يكون بارد صافي. هاد الطريقه باش كتنجح لكم البغرير. ما عرفتش انا شنو ندير شي حاجه بارده هنا باش نوريكم، ما عرفتش. المهم بلاتي ها نتوما البنات هاد الماء درتو من الكلاصيير يعني بارد. غادي نجي ما خاصش المقله تسخن بزاف، الا سخنت تعاودوا طفيوها في الماء ورجعوها بحال هكا ورجع. في الاول كنبقى غير نجرب كندير غير شويه ما كنكثرش، وكتجهدوا البوطه طبعا وكتشوفوا واش بدا كيتخرج ولا لا. الا بان لكم مازال صبروا عليه واحد شويه نتوما، وفي حاله ما فات لكم في الخميره عاودوا طحنوا في الخلاط، ولا بقاو ديروا غير بالضراب بهذه الطريقه هذه باش ما يخمرش لكم وبعدوه على البوطه. ها نتوما كتشوفوا يعني نتوما راه قريب، شتو راه قريب. في المثال انا حيدت بغريره ياك كندير هكا صافي، وكنمسح بواحد الزويف ناشف بحال هكا، وكنرمي البغريره الثانيه والمقله في يدي كنحطهاش على النار هكا. ملي كنحطها على النار كنجهد البوطه، تبان لي بدات الثقبات كامله كنقص البوطه يعني كنقلب معاه. ها نتوما صافي دابا غادي نبدا نرمي البغرير ديالي، وراه ما كنستعملش السباتيل ديال السيليكون كنستعمل هاد الموس كتجيني ساهله. ها نتوما صافي دابا غادي نبدا ان شاء الله بسم الله.
هانتوما البنات شفتوهم اللي كتجهدوا عليه البوطه في ديك المرحله فاش يلا كترميو، هي اللي كتخليه يولي بحال هكا. شوفوا انا نقابلو لكم 10 جنب باش تشوفوا شحال خفيف. هانتوما ما معجنش بالمره، كيجي خطير خطير. فجربوا هذه الطريقه هانتوما، حيت لما درتش ليه الطريقه ما كيبانش في الصوير. فن كيجي ما شاء الله. دابا ها فين دايرهم انا، دايره من يدير وحاطه حدا خوتو. هو المعلم سير الله يرحم ليه الوالدين، صراحه دار لي خدمه نقيه. واهم حاجه كيف ما قلت لكم، اهم حاجه هو ملي كيكون المعلم نقي صراحه. هانتوما داكشي كامل اللي كان هنا البنات كيغسلوا وكيحيدوا وكيشطبوا عاد كيمشي الصراحه. اش غنقول لكم، الله يرحم ليه الوالدين هذا مكان. المهم هو السور اللي زدت باش نسد داك العجاج ما يبقاش يجيني هنايا، كان غيدير لينا صا الصور غير صغير يعني على قد هاد البلاصه. وهادو البنات راني غادي نحيدهم بليمون، غادي تبقى غير هاد العتبه هادي ماشي مشكل. ها نتوما هذيك اللي كانت هنا راه درنا عليها الحيط. المهم ان شاء الله الحيط ما درتوش انايا طالع. المهم دابا عرفت شنو غادي ندير. شوفوا هاد الروينه، هادشي كامل خاصني نقادو، خاصني نمسح الحيوط. ولكن ماشي دابا، قال لي راجي خاص هذا حتى ينشف. شوف السطح ملي دابا ولا معزول، فهمتوا ولا كيبان زوين دابا حيت عندي السطح كبير بزاف، كان كيجي مشتت وكنتي جلسي هنايا كيجي البرد. فهاد بحال شويه نقص البرد، وعاد غادي نركبو الزاج الشراجم. هادوك الشراجم درناهم باش يبقى مضوي، وصراحه جات زوينه زوينه، عجبتني انا واخا يعني على قد الحال، ولكن زوينه عجبتني. المهم انا مقتنعه بها، وان شاء الله دابا انا وريتكم الروينه وداكشي، وان شاء الله ملي غادي نسالي غادي نشارك معكم كلشي كيفاش غادي يرجع. اشنو ناشط شني ولا ناشط؟ شنو اللي عجبك اكثر؟ هاد هادشي ولا هادشي؟ اه وريني السنة ضحكني. المهم دابا داك الباكاج كله انا مخرجاه اصلا، خاص السطح ما فيهش عندي الروينه وداكشي. ديك الطبيله كنخدم عليها حيت ما بقيناش كنستعملوها للثلاجه. هذيك الزرقاء حتى هي غادي نحيدها نهبطها، ما كاينلاش ما عنديش مع الباكاج وداكشي. اما البواز راني كنعلقهم تم حيت كنخدم بهم. الفيزان هانتوما، دوك الفيزا اللي كنت صايبت معاكم ما صايبتهمش، ما صورتش ليكم، ان شاء الله دابا نصور ليكم. المهم هادو لي بلونط اللي عندي السطح دابا. راه قلت نهضر مع خويا تنقول ليه شوف خلي ليا لي بلونس قارته مسكين. المهم غادي نغسل هادشي، ما غاديش نخلي الكاميرا دايزه باش ما نطولش عليكم، ونوريكم النتيجه الاخيره ديال الغسيل وداكشي، ولكن ماشي اليوم، في الفيديو الجاي. يلا هنا غادي نسد معكم الفلوغ، وغادي نقول لكم شكرا على لي لايك ديالكم ولهلي خطيكم وقلب. غادي ندير لكم بيديا كيفاش غادي ندير حيت شاد التليفون. اجي زيد اجي دير اللعيبه ديال يدك، نديرو ليه مقليب دير بحالي هكا بحال هاد الحركه. هانتوما هانتوما البنات، ما ديروش على هاد القلب المقلوب، شوفوا ايدينا كيولاو. يلا السلام عليكم.